أعزائنا المشاهدين، أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامج عليكم بالعافية. بنقدم لكم دايما أشهر الأطباق والوصفات الصحية، خصوصا هلأ بشهر رمضان الشهر الكريم. معانا الشيف محمد من شركة كيتا للتموين. مرحبا شيف. دكتورة كيف حالك؟ نهارك سعيد. نهارك سعيد. شو رح تقدم لنا اليوم؟ معنا اليوم ششبرك. وصفة ششبرك. ششبرك باللبن. باللبن. أيوة. تشرح لنا شيف للمشاهدين شو المكونات؟ المكونات معنا الششبرك للبن، معنا لبن زبادي ومعنا النشا. دول عشان نعمل اللبن. عشان نعمل الششبرك نفسه معنا لحمة ومعنا دقيق ومعنا بصل ومعنا جوز الطيب ومعنا زيت علشان نعمل اللحمة بتاعت الششبرك. أيوة. إذا نعيد للمشاهدين، عنا تقريبا كوبين طحين نستعمل هاي لصنع العجين، مع شوية نشاء الذرة ومي عشان هاي بس نعمل العجين. بعدين الحشوة رح نستعمل لحم مفروم، يفضل البقري طبعا مش الغنم عشان بيكون الدهون أقل، بيكون تختاروا دائما تشتروا بيكون مكتوب عليه قليل الدهون. وبصل هذا عشان اللحمة، والثوم والكزبرة هاي للتزيين مش هيك؟ نعم. على للدقة. أيوة. والبهارات بنولع على الكزبرة. تفضل شيف. أيوة. هاي بتكفي لتقريبا لست أشخاص، كل حصة أو كل وجبة فيها تقريبا 510 سعر حراري، وفيها 46 جرام من الكربوهيدرات، وفيها تقريبا 23 جرام من الدهون و29 جرام من البروتين. أول شيء بنولع الكزبرة، بنستنى شوية الزيت يكون يحمى شوي. أيوة. بعدين الزيت على النار. بنحط البصل. حطينا البصل المفروم هذا عشان الحشوة شيف، عشان مش هيك؟ أيوة الحشوة. هلا بنعمل الحشوة. نعمل اللبن على طول. أيوة. عشان نكسب وقت، في الوقت اللي احنا نحط فيه الششبرك في الفرن ياخد اللون، نكون احنا عملنا اللبن بتاعه. أيوة. يكون جاهز على التقديم على طول، يعني بحيث ان هو يتاكل سخن بيكون أطعم كتير يعني. طبعا الششبرك يعتبر وجبه متكامله لانه فيه نشويات وفيه بروتينات شويه دهون، فهو ممكن ومع اللبن طبعا هاي بتكون وجبه مثاليه، مش ضروري اضافه الرز، يعني ممكن تتاكل بس لحالها وجبه متكامله. واللبن يفضل ان نستخدم اللي هو قليل الدسم. قليل الدسم بيفرق شوي بالسعرات الحراريه، يعني دائما افضل، بس ما بيفرقش كتير في يعني الفرق ما بين كامل الدسم وقليل الدسم بيكون حوالي 30 سعره. 35 سعره. 30 سعره، يعني ممكن نستعمل كمان. فهو احنا بنتكلم على الطعمه، فاذا كانت السعرات الحراريه مش كتير فهو يروح لاي خيار، يروح لقليل الدسم ولا يروح لعلي الدسم؟ يعني الخيارين مناح. على حسب الرغبه. حسب الواحد شو. بس بعدين لونه تغير. ايوه تفضل. اللحمه اللي هي قلنا قليله الدسم المفرومه. بدنا نحكي على فوائد اللبن. اللبن خصوصا لما بيكون لما تشتروه يكون عليه مكتوب عليه لايف بكتيريا، يكون هاي فيها البكتيريا النافعة، كتير مفيدة هاي للهضم. وفي طبعا الكالسيوم والبروتين، مقوي للعظام. هلا عم نقلي اللحمة والبصل. خليها تاخد لون بني شوية. هلا استعملنا قلنا شو نص كيلو من اللحم المفروم مع بصلة تقريبا، مش هيك شيف؟ بالضبط. هاي للحشوة، الحشوة تبعتي الششبرك. بالضبط. وبعدين ببهر شوية جوزة الطيب. ذكر الشيف انه جوزة الطيب لها نكهة خاصة. هلا هي جوزة الطيب شجرة، يعني هي شجرة بتوصل تقريبا 10 أمتار، ودائما دائمة الخضرة هي، وبتكون ثمارها مثل الكمثرى،
ولما تجف كوتي بس بتصير هي جوزة الطيب بنسميها. بستعملوها كتير يعني غير الطبخ إلها فوائد كتير، بستعملوها بالمراهم وضادة للالتهابات. بنحط شوية ملح مش كتير، ما نكترش ملح. ودلوقتي تعتبر الحشوة خلاص استوت وجاهزة. جهزنا الحشوة اللي هي اللحمة المفرومة مع البصل. بنعيد مرة تانية، نص كيلو لحمة مفرومة مع بصلة. بالظبط. وبنستنى عشان تاخد اللون براون، اللون البني بنورمش حتى تحمر. زي كده. أيوة مع البهارات وجوزة الطيب اللي شرحنا فوائدها. بالظبط. دلوقتي بشيل بطفي النار. طفيت النار على البتاع. فدلوقتي هنبلش ازاي نعمل. هنعمل العجين. العجين ايوه. هو ميه وملح ودقيق بس وطحين. اوكي؟ ايوه. انا صراحه شاطره بالششبرك يعني بعملها بالبيت وبعجن اصلا الششبرك اكله من الثقافه العثمانيه. العثمانيه والشاميه تقريبا. العثمانيه هو اصلا المطبخ العربي جه من الثقافه الرومانيه في الاساس. من الثقافة الرومانية انتقل للثقافة العثمانية. أيوة. فالعثمانيين هم اللي طلعوا الأكلات الششبراك وما الششبراك والكبة حتى المحاشي وحتى المعاسي كلها. فهي كلها فكلها تعود للمطبخ والروماني. مطبخ روماني كمان، مطبخ قوي في الأكلات. في دولمة روماني، في كمان بيعملوا مانتي شيء زي الششبراك. أيوة. نفس الشيء تقريبا يعني. جبنا البولة دي هنحط فيها دقيق الطحين بتاعنا. اوكي. هو تقريبا كوبين من الطحين بنحطهم في وعاء. شوية ملح. بنحط قليل من الماء. قديش تقريبا كوب؟ شيء بسيط على حسب العجينة بتاعتي. بنبدأ بكوب. بالظبط. بنشوف وبنقلب. طبعا احنا متعودين على كل المعجنات يكون فيها خميرة، وهيك هاي ما فيش فيها خميرة نهائيا. بنقلب كويس لعند ما تتماسك مع بعضها المكونات. بتحس ان هي صارت متماسكة. من الحاجات البسيطة في العجين بتاعها الششبراك هي مية وملح ودي بس. بس معجن كويس تعتبر يا خلص. عجننا العجينة صارت جاهزة تقريبا. بالضبط هي تعتبر جاهزة. ودلوقتي بنتركها ونجيب شوية طحين. بس بفتح العجينه بشكل مناسب معايا. ايوه طبعا. احنا شيف حطيناها بالثلاجه، يفضل نحطها بالثلاجه لمده نص ساعه. انا كنت عامل واحده. ايوه انت قبل كده كانت جاهزه. خلاص بعدين بنفردها. بنفردها بنرق العجينه يعني، بنحط يعني طحين تحتها عشان ما تلزقش. بالظبط بشيل. وبعدين بتاكد ان العجينه بتاعتي مش لازقه عشان اعرف اعمل ششبرك. بعدين وبجيب قطر شكل كده على حسب المقاس بقى. دوت بيكون على حسب الرغبه، بيختلف. أيوة. من شخص للتاني. انا صراحه انا ما عنديش قطر، فبستعمل فناجين القهوه الصغيره هاي. بالزبط. بستعملها وباخد انا شويه من الحشوه الصغيره ديت بحطها في قلب الششبرك. خلاص انا هشيل الجلافز عشان العجين ما يلزقش في ايديا. خلاص وبعملها بايه، بقفلها اللي هو الشكل ده كده. نعملها زي الهلال اول. ايوه بالظبط. نحط كمان واحده. نبدا بعمل الششبرك، نحشي العجينه بقفله بالشكل ده كده.
اول بنقفلها بشكل الهلال بالزبط. وبعدين شوفوا الشيف كيف حيعمل وماخذها بعدين نتويها هيك بالضبط نتويها بشكل دوت وبعد عندي اللي هو عملت بكمل العجينه بتاعتي كلها عشان ما تلزقش نفس الموضوع بتكون معايا كده بنفس الشكل ده موجود أيوة. وبنعمل كمان واحده من نوري المشاهدين بنعملها ازاي بنفتحها شويه حط فيها قليل من الحشوه خلاص اذا دوائر بالحجم اللي احنا بدنا اياه وبنحط الحشوه جوا بالظبط ونطويه لما الثانيه كده ايوه هلال وبعدين نقفل بالظبط بنصفهم على الصينيه وبندي الصينيه زيت من تحت وبنحطها في الفرن على درجه حراره 160 لمده 8 دقائق بتكون جاهزه معنا ايوه بالظبط يعني بنحاول نخفف النار على قد ما نقدر علشان عجينه حساسه كتير وبتستوي بسرعه ما يعني أكيد. والحجم بتاعها صغير خالص يعني فما بياخدش سوا كتير فدلوقتي هنرصها على صينيه ونحاول نحطها في الفرن فاسرع ما يكون ونبلش نعمل في اللبن بتاعنا لازم دلوقتي هنعمل اللبن هلا هنبدا بعمل اللبن بالظبط هنحط اللبن بتاعنا كيلو من اللبن نار طبعا تكون متوسطة ولا هادية شيف؟ النار بتكون متوسطة كوب من المي بنحط فيه معلقة كبيرة نشا أو اللي هو الكورن فلاور نشا الذرة حرك شوي شوي منزل الحرارة على حرارة واطية ما بياخدش كتير وقت دقيقتين بيكون استوى لحد يمكن ما يصير كثيف متماسك يعني. يكون متماسك بيكون متماسك معنا هو نشا الذرة هو اللي بيخليه متماسك لما يبدأ بالغليان بيبدأ هيك يتماسك بكون الششبرك تبعنا جهز طلع من الفرن وبرد شوي يفضل يكون شويه بارد مش هيك شف يعني برد شويه وبعدين وهي كمان الاكلات اللي ممكن نستعملها بموائد رمضان لانه اللبن كتير يعني بنستعمله احنا في مائده رمضان اللبن صار جاهز معايا ايوه والعجين والششبرك هي طلعناها من الفرن دلوقتي هنقدمه في طبق التقديم بتاعه هنحط الششبرك هنحط اللبن ما بيغلاش الششبرك مع اللبن لا في وفي على حسب انت بس هو الاحسن بالطريقه اللي انا بحبها بتبقى عشان يكون فيه شويه كريسب شويه ما بش أيوة. ما بش ناشف ما بش طري قوي الوقت انتهينا من استعمال النار بنجيب ملعقة ونحط الششبرك نوري السادة المشاهدين الششبرك طلع ازاي من الفرن شكله عامل ازاي يعني على هوا كلام الشيف لو بدكم اياه كريسبي بتعملوه يعني بهالطريقة لو بدكم اياه يستوي اكتر خلوه يغلي شوي مع اللبن لمدة 5 لـ 10 دقايق هو لو انت اصلا سيبته في اللبن هو من نفسه هيطرى من نفسه هيطرى عشان اللبن سخن عجينة صغيرة وعجينة شيف شو اللي عم بتحطوا هلا نشرح للمشاهدين ده الثوم وكزبرة حطينا شوية زيت زيتون صغيرين حمرنا الثوم وبعدين نزلنا بالكزبرة عملنا اللي هو الطشة بتاعت الششبرك يعني معلقة تقريبا زيت مع شوية مع كزبرة وفصفصين من الثوم على حسب الرغبة على حسب الرغبة صح أيوة. لأن الطشة بتاعت الششبرك معروفة في كل هاي لازم يعني أساسية الكزبرة والثوم الكزبرة والثوم لهم فوائد كتير يعني الثوم مضاد للالتهابات الفطريات بالزبط. الكزبرة كمان من عائلة البقدونس فيها فيتامين كاف بالزبط. وفيها تمنع كمان الحصوات والمسالك البولية والكلى الطبق بتاعنا جاهز على التقديم فهي طبعا زي ما حكينا وجبة متكاملة فيها كل شيء فيها كل العناصر الغذائية فيها نشويات تقريبا قلنا 46 جرام لكل حصة وفيها بروتينات تقريبا 29 جرام لكل وجبة أو حصة وفيها 500 سعر حراري فيها كالسيوم فيها معادن فيها فيتامينات
كل العناصر الغذائية موجودة فيها. فطبعا جاهزة للأكل. استنى الشيف هلأ بده يزين لنا الطبق عشان عملنا طبق سايد ديش. اجى الشيف. ايوه صار في كمان خضار، يعني كملت الوجبة صار فيها خضار. المحبي في ناس بتحب اللي هو الأكل يكون مرتب وشكل نظامي وكذا، في كمان تعمل اللي هو جارنيشن بسيط وسهل وسريع وماهوش مكلف كمان، وحاجات موجودة في كل بيت. ده عبارة عن فلفل و فلفل وجزر ألوان وخيار وكل مضادات الأكسدة موجودة بين بالفلفل الأحمر وفيتامين سي. الجرجير الأحمر ولا اسمه إيه؟ فكريني. والفجل الأحمر. فحاجات كده بيبقى شكلها كويس وفي أيوة. نفس الوقت بتبقى طعمها كمان طعمها حلو وبتدي نكهات كمان للطبق. إذا متذكركم هاي الوجبة الحصة الواحدة فيها 500 سعر حراري أو 510، 46 جرام نشويات أو كربوهيدرات، وفيها 29 جرام للبروتين و26 جرام من الدهون. ولما الشيف حط لنا كمان الخضار صارت وجبة تحتوي على كافة العناصر الغذائية. صحتين وعافية عليكم. فنرجع لكم كمان بوصفات تانية، استنونا بحلقات تانية. شكرا شيف على هاي الوجبات الشهية. الله يخليك. واستنونا بحلقات تانية من برنامج عليكم. بالعافية.